السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مفاجئ صح؟ برافو. الشحن هيفصل من الساعة 6 بعد العصر لحد الساعة تقريبا دلوقتي 11. كنا في لقاء شات مغلق مع جابر صاحب القناة اللي كنا عملنا عنها فيديو، اللي هو نسر الكونغ فو. كنا عملنا عنه فيديو، طبعا مش عايز اعرض الصورة لان الصورة كان اتفهمت بطريقة غلط. ايه اللي دار وليه حذفت الفيديو؟ وهو جزاه الله خير حذف الفيديوهات اللي عنده. كنا كام واحد، كان لقاء اخوي، كنا الحبايب كلها كانت موجودة. الاستاذ تامر اللبان، الاستاذ نور طارق، الاستاذ محمود داود، الاستاذ حسام مصطفى، الاستاذ باسم سليمان. واللي حصل نقاش بكل ادب وبكل اخلاق وكل احترام، والراجل جزا الله خير كان عنده سوء تفاهم، وفي شبهات اتشالت، اقتنع ان هو فعلا خلاص انا مش هتكلم عنها دي، اخطا في فهمها واخطا في توصيل الرساله اللي كان عايز يوصلها للناس، وفي بعض الشبهات جزء منها اتشال وجزء يعني لسه، ها نسأل الله الهداية لنا ولهم. فهداية أي شخص أحب إلينا من أنه يكون عدو لي أو عدو ليكم أو عدو للإسلام. يعني أنا كان ممكن أطلع عامله معاملة حد تاني يعني، فيتعصب فيشتمني فيشتمه فيعمل عليا فأعمل عليه. فاهمين أنتوا الليلة دي كده؟ حتى لو هو على باطل واكتشف ان هو على باطل، عمره ما هيقول انه على باطل عشان العند، زي ما بيحصل مع بعض اصحاب القنوات الكبيره اللي منكر السنه. فلكن جابر شخص محترم، حتى في الفيديو اللي فات برضه قلت عنه شاب محترم، ان هو فاهم الموضوع. ممكن يكون عايز حد يوصل له المعلومه بطريقه معينه، يعني هي الطرق التقليدية لتوصيل المعلومة، لا هو عايز أرقى من كده، عايز الحاجة اللي تاخد نفس طويل. جزا الله خير، يعني كنا ما شاء الله أكتر من حد اللي يقدر يقول كلمة يقولها، وهو كمان كان يعني في بعض الشبهات كان هو بيقولها، ومع الكلام خلاص يستدل بالقرآن الكريم أو من السنة النبوية. وكان الهدف من كلامه، وطبعا احنا قلناه في الفيديو، ان هو عايز ينزه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الاقوال او الافعال. لكن هو ماليش دعوه، هو انا عايز انزه النبي انزه النبي وخلاص. وطبعا ده حب زياده في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده شيء جميل، لكن له قدر. انا انزهه في الحاجه اللي فعلا العلماء، يعني كان في حديث من ضمن الكلام النهارده، كان الحديث مكذوب، العلماء قالوا عنه الحديث ده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما دام الراجل قال الحديث غير صحيح، خلاص انا على دماغي. سكت والحمد لله حذف الفيديوهات اللي عنده، وانا حذفت الفيديو اللي عندي. كلمت الاستاذ تامر جزا الله خير انه حذف الفيديو اللي عنده، وكان بيصور في فيديو جديد. طبعا انتوا عارفين يعني ايه يصور فيديو وما ينشروش. تصوير الفيديو ممكن ياخد بال 12 ساعه مش ورا بعض، ساعتين وبعدين ساعه في ساعه في جمع معلومه في، يعني انا الفيديو اللي عملته عن جابر تقريبا كان من اطول الفيديوهات، لا اطول فيديوهات من بعض اطول الفيديوهات اللي على القناه عندي، يعني 24 دقيقه. انا في العاده ما بعملش الفيديو 24 دقيقه خالص يعني. فانا حذفت الفيديو، تعال نجيبه من الاستوديو من عندي ان شاء الله نحذفه. فانا حذفته من القناه خالص في الاستوديو تقريبا 25 دقيقة. ال 25 دقيقة دول واصلينكم بعد مجهود قص وبحث، وأصل أنا مش ما عنديش كل العلوم، ما تفكروش إن أنا عندي قناة فأنا شيخ الإسلام، لا خالص. يعني حتى في وسط الكلام أثناء المناقشة كان هو بيروح يبحث، وأنا يقول لي حاجة أنا أول مرة أسمع عنها مثلا، أو سمعت عنها بس ما عنديش رد للشبهة، فكان غيري بيرد، أو أنا أروح أبحث وادور واجيب الكتب كانت جنبي، ابحث على الحديث اللي هو قاله بقى صحيح مسلم في الصفحه الفلانيه، فانا اجيبه واشوف العلماء قالوا عنه ايه، فانا اقول له الكلام، قبل الكلام، قبلنا قبل بس الحمد لله يعني جزا الله خير قبل الكلام. هو مش في كل في بعض الشبهات الخفيفه كده اللي ان شاء الله ربنا ييسر ايه
ونحلها سوا، ومكسب جابر اخ لينا احسن من انه يكون يعني. انت لو جيت على الشيعة، موضوع الشيعة في منهم معترف ان هم على ضلال، لكن انتوا وهابية وحشين برضو، اللي هو انتوا كفار مش عارف ايه اللي هو عند. فانا لا اتمنى الاخ مسلم كده، والله والله اتمنى انه يكون افضل مني، ان هو يخش الجنة ويشفع لي. يعني تخيل ان لو انا القناة بتاعتي كلها ضليت شخص واحد، جيت قلت لشخص ان العبادة دي من الدين، وانا كنت على ضلال، بعد سنتين اكتشفت ان هي ليست من الدين، فقمت عامل فيديو قلت يا جماعة اللي انا كنت بقوله السنة من كام سنة كان غلط وسامحوني، لكن في شخص واحد خد مني الشبهة واقتنع بيها ان هي فعلا من الدين، وقعد يتعبد بيها مدى حياته، مع ان انا تراجعت وراح يدعو الناس وفتح اكاديمية يعلم الناس البدعة دي. شوف انت متخيل الذنوب اللي انت هتاخدها بسبب تسرعك انك عملت حاجة. فالحمد لله، جزا الله خير الاخوة الكرام. وفي اخ محترم الاستاذ وليد صاحب قناة عيشها صح، كان عامل فيديوهين، كلمته وقلت له الامر واحد واثنين وثلاثة، واحنا تواصلنا مع جابر وتناقشنا بالادب والاخلاق والاحترام. وانا ما كانش انا كنت متخيل، والله كان عندي يقين ان هو مش هيهرب، لا ان هو هيعاند، يعني كان هو خلاص اللي في دماغه في دماغه. وعلى فكرة 90% او 80% من اللقاء كان في تحس حدة او في نقاش غير اقتناع، غير في اخر نص ساعة، اخر نص ساعة بدأ الموضوع يهدى لما بدأنا نفصص الموضوع مع بعض، بان الموضوع سوء تفاهم، وان الموضوع محتاج لمسة بس كده من ايه، حد يعرفك. انا اتعلمت منه على فكرة في حاجات كتير، اقسم بالله اتعلمتها من الاستاذ محمود داوود، حاجات اتعلمتها من الاستاذ تامر، اتعلمتها من الاستاذ باسم، اتعلمتها من الاستاذ نور، حاجات كتير والله من اللقاء نفسه اللي احنا بنتكلم عنه. جابر لما قال حاجة انا عملت حاجة اتعلمت منها، فانا يبقى انا الشخص ده نفعني في ديني، ان انا لما الاسلوب اللي هو كلمني بيه خلاني اعمل حاجة اعرف ارد عليه بيها. فكلنا بنتعلم من بعض، ما احناش انبياء، ما احناش معصومين. اهم حاجة يكون عندي العلم الكافي ان يخليني اتكلم في الدين. انا طبعا ما عنديش العلم الكافي، طبعا انا لسه ما طلبتش علم اصلا، ولكن عندي القدرة ان انا ممكن يعني اعرف ان انا اوصل المعلومة اللي قالها فلان. يعني الكلام ده كلام منقول عن العلماء اللي بثق فيهم، ان ده كلام ربنا وان ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاخ المحترم صاحب قناة عيشها صح قال لي انا تحت امرك هحذف الفيديوهات، هدايته احب الينا من اي حاجة. والاستاذ تامر في لحظتها راح حذف الفيديوهات، وانا شلت الفيديو من على القناة، وطبعا هو كده كده اتشال من على الفيسبوك، والصفحة خدت حظر، فده مليون صفحة لو عرف يشيل الانذار شاله، ما عرفش فده مليون صفحة، اعمل واحدة جديدة ما عنديش مشكلة، واسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم امين يا رب العالمين. انا بحبكم في الله، وكان في جزئية صغيرة عايز اقولها. بعض الناس متخيلة ان موضوع رد الشبهات ده عشان الفلوس، انت عامل القناة اعلانات بقى وارباح وبتاع مش عارف ايه. واحد زي الاستاذ تامر عمل فيديو مدته ساعة ونص، وكان في فيديو تاني بيصور فيه بيجهز، في الاستاذ تامر ما شاء الله بيصور الفيديو طويل، ففيديو ده لو القناة بقى بتجيب ارباح وبتاع، فده انا عايز فلوس عشان اصرف على القناة. فلو وده فعلا الفيديو فيه رد شبهات. انا تعبت جدا في بكلمكم، وانا بكلمكم الاستاذ تامر بعت لي كلمتين بيقول اللهم امين. انا بقول له ايه عن احذف الفيديوهات وكده، فقلت الله يهديه ويهدينا يا رب. فقال اللهم امين. انا تعبت جدا في الحلقه اللي شغال عليها، بس مش مشكله كله لله. يا رب بس التليفون ما يفصلش. فانا قلت له انا هنا، قلت له ايه انا بصور فيديو وجبت كلامك، فقال لي بتصور ليه دلوقتي؟ طيب يا جماعه بس استمر عمال يقطعني كل شويه. فانا بحبكم في الله، واسال الله ان يوفق كل مسلم بيدافع عن دين ربنا. في حاجه كنت كل ما اجي اقولها مش عارف بتتقطع ليه، الفيديو بيفصل او الشحن، فصلت الشحن التليفون، بقول لك التليفون سخن سخن 3 مرات اثناء الكلام وفصل، يعني جهاز
هو جهاز حلو كويس، بس طلع عيبه في السخونية دي. 22 الترا، فعايز اجيب له مبرد ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. برضو كل ما اجي اقولها حاجة تقطعني. المقطع اللي بيتصور او بي ايه بيتمنتج، يعني انت هتلاحظ في الفيديو ده في تهتها كتير وفي وقع كتير ولف ودوران، الكلام ده كله المفروض يتشال. طبعا انا ما حذفتوش، ممكن اتعمد ان انا ايه ما اقصش الكلام ده. الكلام ده بياخد وقت كبير وجهد في جهاز موبايل او كمبيوتر، ورفع على النت، فبياخد مجهود منك في كل حاجة، في كل حاجة. فلما يترفع على النت وانا منتظر بقى ان هو برد شبهات، الراجل رمى شبهات واحنا بنرد عليها، فلما تيجي تقول لي احذفه فانت كده هتخسرني وقتي اللي ضاع، وهي شبهة من الشبهات. لا، طالما لله والله لا القناة ولا صاحبها ولا أي حاجة في ظفر شخص يتوب لربنا والله العظيم. وأسأل الله أن يتقبل يا رب، أسأل الله أن يتقبل ويجعلها في ميزان حسناتنا يا رب. وأسأل الله التوفيق لجابر أن هو ربنا يهدي ويصلح حاله ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويعلمنا ما لم نكن نعلم. فنهاية الحوار، أنا بحبكم في الله، ادعوا لنا وجزاكم الله خير. انا المفروض احنا كنا قلنا ان اللقاء مش هيتسجل، وطالب الحق ان شاء الله ربنا يوفقه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.